بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء قرآني متجدد من على شاشة قناة الناس مع برنامجكم مع التلاوة. سريعا نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. إخوة الإيمان وأيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهل القرآن، ما زلنا معكم في رحلتنا المباركة مع سورة فصلت، وقد توقفنا بالأمس عند الآية 36، اليوم مع الآيتين 37 و38. هنفتح المصاحف أعزائي المشاهدين ونستمع خاشعين منصتين منتبهين لتلاوة الآيتين المباركتين بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أي أعزائي المشاهدين، نبدأ مع حضراتكم في تعلم التلاوة الصحيحة للآيتين المباركتين، وما زلنا أيضا في رحلتنا مع المخارج، نتعلم أماكن المخارج ونتعرف على عددها وكذلك على أسمائها وألقابها. وطبعا قضينا رحلة طيبة مع المخارج، ودلوقتي احنا في أواخر يعني عدد المخارج، والنهاردة مخرج جديد، مخرج الباء والميم والواو. من أين تخرج هذه الحروف أعزائي المشاهدين؟ السؤال ده طرحينه على صفحتنا، وما شاء الله معظم الإجابات بحمد الله صحيحة. وهناك بعض الطلبات لفضيلة الشيخ خالد، أحد الإخوة الكرام بيقول لفضيلة الشيخ أنا النهاردة عايز أكتب ورا حضرتك على أساس أعرف المخارج من أولها لآخرها. طبعا إحنا بقالنا فترة طويلة بنقول فيها، لكن إن شاء الله مش هينتهي اللقاء مع المخارج النهاردة، وطبعا نجيب الورقة والقلم ونبدأ مع فضيلة الشيخ خالد ونتعرف على المخرج اللي هو النهاردة الباء والواو والميم. فضيلة الشيخ خالد، بالنسبة لمخرج الباء والواو والميم، من أين تخرج هذه الحروف الثلاثة؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه الحروف الثلاثة نص عليها وعلى مخرجها في الجزرية بعد أن قال من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة، قال للشفتين الواو باء ميم. إذن مخرج هذه الحروف الثلاث من بين الشفتين، ولاحظ أن هذه أي الشفاه آخر المخارج الظاهرة التي تراها، فما كان مما سبق في الفم والحلق. أما الشفاه من بينهما تخرج الواو بانضمام الشفتين وانفراج أثناء الضم، هكذا حينما نقول مثلا و ومن أو وي إن كسرتها أو كسرت أو ضممتها و هكذا. إذن هذه الواو هي الواو المحركة، وكذلك لو جعلتها ساكنة
أو مثلا إذا وساكنة وقبلها مفتوح فانتبه. لماذا أقول انتبه؟ لأننا أخذنا واوا في أول الباب. الواو هنا ليست هذه الواو المادية، إنما الواو هنا هي الواو المحركة أو كانت ساكنة وقبلها فتح. إذن الواو من بين الشفتين بانضمام الشفتين هكذا أو، وبين الشفتين انفراج قليل لضمهما، ثم بعد ذلك يأتي الباء أعني الحرف والميم بانطباق الشفتين أب أم. إذن هذا هو الكلام باختصار شديد في مخرج هذه الحروف. جميل، كم مخرجا حتى الآن أخذنا؟ مستعد؟ سنراجع باللقب. أخذنا الحروف الجوفية أو الهوائية. البعض يتسنى له حفظ الشعر للنفس، اكتب هذا البيت: وأحرف المد إلى الهواء نسبت، وهكذا إلى الجوف انتمت، أو العكس. المهم أن تكتب هذا. جميل، أحرف المد إلى الجوف انتمت وهكذا إلى الهواء نسبت. يعني إذن ممكن أن أقول حروف جوفية، حروف مدية، حروف هوائية. اللقب جوفية أو هوائية. إذن هذه الأحرف الثلاث: الألف ودائما مفتوح ما قبلها، الواو الساكن المضموم ما قبلها، الياء الساكن المكسور ما قبلها، لها لقبان: هوائية أو جوفية. الحلقية هذا هو اللقب الثاني، وأحرف الحلق أتت حلقية. جميل، ثم بعد ذلك القاف والكاف معا لهوية. إذن اللقب الأول والثاني جوفية هوائية اثنان، حلقية ثلاثة، لهوية أربعة، شجرية خمسة. والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت. ثم بعد ذلك ذلقية، واللام والنون وراء ذلقية. ثم نطعية، والطاء والدال وتاء نطعية. جميل، ثم وأحرف الصفير قل أسلية. إذن هذا أيضا لقب. والظاء والذال وثاء لثوية. جميل، وآخرها الفاء وميم باء وواو أتت شفوية فتلك عشرة أتت. إذن هذه الثلاث مع ما سبق من حرف الفاء، هذه الحروف يجمعها لقب، وهو أنها شفهية أو شفوية. يقول صاحب النهاية: وهذه الأربعة، أو كما قال، يجمعها هذا الاسم، وإن كان البعض شارك فيها. يعني لو أنك نظرت، الباء من الشفتين، الميم من الشفتين، الواو نعم من بين الشفتين كما سبق، أما الفاء إنها من أطراف الثنايا المشرفة مع باطن الشفة السفلى، ومع ذلك لقبت شفوية. نعم، هذا معنى هذه الكلمة. وإن شارك البعض، أي الفاء، حتى لا تستعجب إن ذكر مع اللقب حرف يقارب المكان،
كما ذكرنا في اللثوية وكما ذكرنا في اللهوية. إذن فانتبه لهذه التسميات التي من مهمتها تقريب المكان والمحل للخروج، حتى بعد ذلك تستطيع أن تعي جيدا هذه المخارج. وبعد هذه المقدمة الصغيرة وهي إجابة السؤال، نأتي إلى الحكم الثاني في تلاوة الآيات بعد ماذا؟ بعد أن تستعيذ، فلا تنسى في مقام التعليم. وبعد ماذا أيضا؟ فإنك ستبتدئ بذكر آيات الله التي ذكرها دالة على تفرده بالإلهية والتوحيد. جميل. إذن فالأسلم أدبا أن تأتي بالبسملة بعد الاستعاذة تأدبا وليس وجوبا، هذا ما قاله بعض أهل الأداء. وإن لم تبسمل فلا شيء، ولكن من باب أننا نتذوق سويا كلام الله تبارك وتعالى، والأفضل والأكمل في التلاوة ما يكون. بعد ذلك تبتدئ بالآية الأولى. بعد استعاذتك وبعد بسملتك سنقسمها إلى جمل، واسمعها جيدا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذا وقف حسن لمن كان ذا نفس قصير أو أراد أن يتدبر هذه الكلمات. ثم تبتدئ: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. والوقف هنا كذلك حسن. ثم تبتدئ: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سؤال: نعم، لماذا لم نقف على قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن، كما تعلمنا أن نبتدئ بأداة الشرط إن؟ الجواب أن جواب الشرط من قوله إن كنتم حذف لدلالة ما سبق عليه، إن كنتم ساجدين فاسجدوا. إذن جواب الشرط محذوف لأن ما قبل دل عليه، وجملة إياه إن كنت إياه تعبدون، هذه الجملة هي خبر كان من كنتم، فانتبه. لذا إن استطعت أن تصلها فصلها، إلا إذا وقفت مضطرا هذا شيء آخر. إذن هذه الآية الأولى معنا بما فيها من وقوف حسنة. وقيل هنا سجدة محلها، والجمهور على أن رأس الآية التالية في قوله وهم لا يسأمون هنا محل السجود للتلاوة، وهذا ما عليه الجمهور وعمل اللجنة الموقرة في ضبط المصاحف وأماكن السجدة. إذن السجود كما تعلمنا من أساتذتنا هنا بعد نهاية الآية الثانية، وهي فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. المقام مقام تعليم. حكم سجود التلاوة سنة وقيل واجب. إذن أنت بين هذا وذاك، أثناء التلاوة والتكرار لا بأس ولا حرج، فمستند أهل الأداء في تلاوتهم وعدم السجود أنهم ما أتاهم عن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري وعن زيد بن ثابت أن كل منهما قرأ آية السجدة، أما زيد فأمام النبي ولم يسجد، وأما عمر فبمحضر من صحابة رسول الله يوم الجمعة
وقرأ آية النحل ولم يسجد وقرأ نفس الآية وسجد، فدل على أن الأمر للقارئ إن شاء. أما أن تستبدل أثناء التلاوة هذا بشيء آخر فلا أدري عن ذاك شيئا، إنما يسأل عنه أهل الفتيا. هذا ما يتعلق بتلاوتي وتلاوتك أثناء هذه الآية وما قبلها. الحكم الذي يليه: بعد أن درسنا هذه المخارج، هيا لنطبقها عمليا في تلاوتنا ونرى أثر هذه المخارج وأحكامها. فأنت حينما تقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لماذا أوضحت هذه النون من قوله ومن آياته؟ ولماذا أدغمت اللام في اللام من كلمة الليل، وأدغمت اللام في النون من كلمة والنهار، وكذا اللام في الشين من والشمس، وبينتها عند القاف من والقمر؟ أتعرف أين الإجابة؟ إنها فيما أخذنا من مخارج. حينما أوضحنا النون وبيناها في ومن آياته، ستجد أن النون ذلقية، وأن الهمز حلقية، فبعد المخرج أدى للبيان تلاوة ورواية، فانتبه. وحينما أدغمنا اللام في الليل، أعني اللام في اللام، واللام في النون، واللام في الشين، فستجد أن اللام الذلقية أدغمت في النون وهي ذلقية، أدغمت في اللام وهي مثلها ذلقية. إذن فمع اللام هذه مثل هذه، ما نسمع وسنسمع تماثل، مع النون تقارب وسنسمع، وكما سمعنا التقارب في المخرج، فاللام ثم النون تحت اللام مباشرة وكلاهما ذلقية، ومع الشين كذلك تقارب أيضا. إذن انتبه، ها هي المخارج تدلي بدلوها لا في النطق في معرفة المخرج فحسب، بل في الأحكام التي نقرأ بها من إظهار وإدغام للتماثل أو للتقارب، أو حتى كان إظهارا من آياته. اللام ذلقية والقاف لهوية، فهذه من الحافة الأمامية وهذه من أقصى اللسان. إذن المخرج يدلي بدلوه ويعلمك لماذا أظهرت هذه اللام، لماذا أظهرت هذه النون. هذا في الجملة الأولى باختصار. الجملة الثانية: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نفس الكلام هو هو، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ها هو المخرج في النون يوضح لك بين ما كان من مظهر أو ما كان من مخفى أو مشدد. الآية التي تليها: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له، وهذا ليس وقفا حسنا ولكني مضطر، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن نظرت معي جيدا وجدت الأحكام تتكرر، والمخرج يدلك على لماذا أظهرت ولماذا أخفيت ولماذا أدغمت. يأتي سؤال: ما هو هذا السؤال؟ إن عددنا حروف المخارج التي أخذناها حتى الآن، الجوف 3 والحلق 6 وأقصاه 2 وفي الوسط مع الضاد 4،
جملة الحروف ماذا تريد أن تقول؟ 31 حرفا، مع أنك علمتنا أن حروف الهجاء 29، فلماذا في المخارج 31؟ أقول على رسلك. الحروف كما عدت هي بالضبط فعلا 31 حرف، ولكن إن نزعت الواو والياء المدية وهي كما هي معك فيما علمت من مخرج الواو المحركة والياء المحركة والساكنة وقبلها مفتوح، وأنقصتها من 31، وجدت أن العدد كما هو ولا إشكال، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد، بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، معنا عدد من أهل القرآن على الخط، هنبدأ معكم أعزائي المشاهدين في عرض التلاوة ونستمع، وكل مكالمة طبعا بتعتبر درس بنتعلم منه عمليا. سريعا هتكون بدايتنا مع أم ياسمين من الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم ياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نخلي بالنا بقى، لا تسجدوا السين والجيم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يسأمون. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك أم ياسمين وفي أحسن، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا لأم ياسمين من الغربية، والروح للحاجة أم سامح من بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمي، أهلا بيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله، جيد أم سامح، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة أم سامح من بني سويف. دلوقتي هنروح الجيزة مع الحاجة صبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة صبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا الذين، خلي بالنا بقى، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والغنة في النون، والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله، تقدم كبير، الله يفتح عليك حاجة صبرة. جميل، شكرا جزيلا للحاجة صبرة. هنروح للبحر الأحمر مع أم وائل، اتفضلي يا حاجة أم وائل. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا يا حاجة إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يا حاجة أم وائل سمعاني؟ نعم. أنعم الله عليك سمعاني؟ أيوة. عشان طيب لو تكرمت نخلي بالنا من المد الطبيعي في الكلمات التي المد الطبيعي واسجدوا لله الذي خلقهن كده، لكن بتر المد الطبيعي ده مش سليم. الأمر لا يتوقف على إنه حرف مد طبيعي بس، لا، هذه الحروف تأتي في كلمات وهي لها يعني معنى أصلي. يعني مثلا كلمة واسجدوا، اسجدوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه أي المضارع من الأفعال الخمسة يسجدون، فلما يجي يعربوا واسجدوا يقولوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. والواو اللي حضرتك اللي هو المد الطبيعي ده لم يؤت به، أنت حذفت الفاعل من الكلمة. يعني الواو دي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يعني حرف المد ده فاعل، ينفع الجملة أحذف منها الفاعل؟ الأمر عند التجويد لا يتوقف على حرف إنه حرف مد طبيعي، لا، أنا لا أحتد على أحد ولكن أوضح له أهمية هذه الحروف التي تتلى وغصب عني لم أتعود على إشباعها أو الإتيان بها. لا، نخلي بالنا. إذن حرف المد في هذه الكلمة هو فاعل، وفي الذي من أصل بنية الكلمة الاسم الموصول المبني على السكون. إذن ننتبه لمثل هذه الأحكام ونحن نتلو كتاب الله، فالحرف فيه زيادة أو انتقاص يؤثر وأنا لا أدري. الحمد لله أننا في مقام التعليم، وها نحن مقدمون على شهر رمضان، فهذا من باب الاستعداد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. تسلم يا حاجة موائل. شكرا جزيلا للحاجة موائل. هنروح لابننا عمرو من القليوبية. عمرو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمرو بالراحة وبهدوء كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم. السين والجيم لو تكرمت بين السين كويس والجيم كويس أثناء النطق. لا تسجدوا كده. لا تسجدوا للشمس. لا تز بقت السين زاي، ما ينفعش. لا تسجدوا للشمس ولا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عشان ما تقفش الوقف ده تاني وأوهم السامع بخلاف المطلوب. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا، كيف يكون هذا المعنى؟ هل تقبل أني أقول لك يا عمرو اقرأ الآية ولا تقرأ؟ هو المفروض ولا تقرأ إلا بتمهل مثلا. إذن كذلك حينما أقرأ الآية وعارف النفس مش هيجيب، أوضح المعنى للمستمع، لأنك ما بتقرأش لنفسك دلوقتي، ده في ناس كتير بتتعلم منك دلوقتي، فخلي بالك وإنت بتقرأ من مثل هذه الأشياء. كيف آمر بالفعل وأنهى عنه في نفس الوقت؟ حكاية دخلنا فيما يسمى بوقف عند أهل التجويد والقراءات والأداء وأهل الوقف خصوصا والابتداء بالقبيح، فخلي بالك يا ابني. يلا حبي كمل. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله، جميل، الله يفتح عليك يا ابني.
شكرا لابننا عمرو من القليوبيه. وهنروح للحاجه ام اشرف من البحيره. السلام عليكم يا حاجه ام اشرف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله، صدق الله العظيم. تلاوة طيبة أحسنت، يوم الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة أم أشرف. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، بيض الله وجوهكم وشرح صدوركم بنور القرآن. سنخرج إلى فاصل قصير ونعود إليكم سريعا، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة فصلت. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين نعيش في رحاب الآيتين 37 و38 من السورة المباركة، نتعلم كيف نتلو هاتين الآيتين. سريعا هنروح وبدايتنا من القراءة مع الأستاذة عصمت، نسمع منها التلاوة وترتيل الآيتين. أستاذة عصمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والقمر، مركنش علام. والشمس والقمر. أيوة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا. ممكن نعيد تاني؟ لا تسجدوا، وأبين السين كويس. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. معلش النفس غصب عنك، كنت ممكن تقولي خلقهن وابدأي تجاوزا لضيق النفس. إن كنتم حضرتك قلت مش ممكن نقف على خلقهن. ماشي، قلت ده، وكمان قلت وليس في القرآن من وقف وجب، والمضطر لا حرج عليه. يعني قلت هذه وقلت هذه، فلماذا أخذنا الأولى وتركنا الثانية؟ أنا قلت الأولى لمن يستطيع. كانت بتاع النهاردة، كانت حضرتك. أنا قلت ده لمن يستطيع، وقلت لمن لا يستطيع، وعمليا أديت في الآية الثانية وهم أو يسبحون له، وقفت وقلت مضطر. إذا علمت المستمع الكريم وحضرتك منهم أنني إذا اضطررت خلاص انتفى الحكم وارتفع. بارك الله في حضرتك وفيكم. لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. غنة الإخفاء. إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. قرأت فخم والنهار. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. السكون ده لأجل وقف، يبقى كده النهار. إنما لو هوصل هقول والنهار وهم، والراء هتبقى مرققة. كمان مرة لو سمحتي. طيب من أول فين حضرتك؟ من أول. يسبحون له بالليل والنهار. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يبقى خلي بالي في الحرف، إذا وقفت له حكم، وإذا وصلت له حكم آخر. الله يفتح عليك يا حاجة عصمت. شكرا جزيلا للأستاذة عصمت من القاهرة. هنروح لمحافظة الجيزة ونسمع الحاجة زينب من الجيزة. اتفضلي يا أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله، ممتاز، الله يفتح عليك يا أمي. شكرا جزيلا للحاجة زينب من الجيزة. سريعا هنروح للمغرب الشقيق مع الحاجة نادية. نرحب بالحاجة نادية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك حاجة نادية، تفضلي، مشكورة. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك والشعب المغربي الشقيق وجميع الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. كمان مرة يسبحون له بالليل. نعم. كمان مرة كده نعيد. يسبحون له بالليل والنهار. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله، ممتاز، الله يفتح عليك. طبعا القراءة كانت برواية ورش عن نافع، وكانت كلها من الأصول، فمعنى النقل ومعنى البدل ومعنى كذلك ميم الجمع وبعدها همز قطع وكذلك التقليل في كلمة النهار بعدها راء مجرورة. شكرا جزيلا للحاجة نادية من المغرب، شكرا، يعني سعدنا باتصالك حاجة نادية. هنروح لأم محمد من الغربية، سلام عليكم يا أم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يا أم محمد. نعم. كلمة واسجو أبين ضمة الجيم، بس أقول واسجو. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله، تلاوة طيبة وفي أطيب، الله يفتح عليك أم محمد. شكرا لأم محمد من الغربية، وأرجو أم محمد أن أنت تواصلي معنا وبداية موفقة لك إن شاء الله. هنروح للحاجة سميرة من القاهرة، سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أم. بارك الله فيكما. هو إياك يا أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا أمي بس نهد السرعة شوية الله يفتح عليكي رجاء. تسلمي. شكرا جزيلا للحاجة سميرة. ونسمع دلوقتي ترتيل الحاجة فردوس من القناة. اتفضلي حاجة فردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياك يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقناهم خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون. نخلي بالي من الكاف كده. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له. عند ربك واحدة واحدة. عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. والنهار وهم لا يسأمون. جزاك الله كل خير. صدق الله العظيم. ما شاء الله ربنا يبارك فيك. شكرا للحاجة فردوس. هنسمع دلوقتي لو اتأمت الله من دمياط. حاجة أما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ماشي يا حاجة أمة الله. ونخلي بالنا لما نيجي نقف شيء ولما نوصل شيء تاني عشان يبدو أني كنت هتقف على كلمة والنهار وبعدين كملتي فحرف المد زاد شوية. لا نخلي بالنا والنهار وهم. الله يفتح عليك يا حاجة أمة الله. شكرا لأمة الله من دمياط. هنروح لأم محمد من القاهرة. اتفضلي يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير وحضراتكم وربنا يبلغكم رمضان وانتم في أحسن حال إن شاء الله. يا رب جميعا يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. كم مرة بالراحة كده. الليل والنهار أكمل؟ أيوة. والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر. بالراحة كده. لا تسجدوا أكمل؟ أيوة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. للشمس ولا للقمر. للشمس للشمس ولا للقمر.
ولا للقمر. واسجدوا لله. واسجدوا لله الذي خلقهن. الذي خلقهن. إن كنتم. إن كنتم. إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا. فإن استكبروا. لا استكبروا. طيب حاضر أكملها أكملها بعد إذنك. تفضلي. فإن استكبروا فالذين عند ربك عند ربهم عند ربهم يسجدون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أستاذن أمي بقى إن كان نصلح بعض حاجات. تفضل. يلا قولي ورايا بقى يزيد فضلك. فإن استكبروا. فإن استكبروا. فالذين. فالذين. عند ربك. عند ربك. يسبحون له. يسبحون له. بالليل والنهار. بالليل والنهار. وهم لا يسأمون. وهم لا يسأمون. أمون. ما شاء الله جميلة أم محمد الله يفتح عليك. بارك الله فيك يا شيخ ربنا يجزيك خير يا رب ويجزيك يا رب. شكرا جزيلا لأم محمد من القاهرة ربنا يزيدك حرص يا أم وتواصلي معنا على طول إن شاء الله. معنا الأستاذة سهام من القاهرة تفضلي يا أستاذة سهام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. جهد مشكور وباين جدا في السين لما في أحسن من كده. الله يفتح عليك يا سهام. شكرا جزيلا للأستاذ سهام. هنروح لقنا مع الأستاذة تيسير. تفضلي يا أستاذة تيسير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الذي خلقهن. الذي خلقهن. إن كنتم إياه تعبدون. تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله تقدم كبير حجة تيسير. الله يفتح عليك ما شاء الله جميل. شكرا جزيلا للحاجة تيسير من القرى. أعزائي المشاهدين أهل القرآن احنا لسه للأسف ما كانش معنا وقت لخوض بقية الاتصالات وبعتذر للحاجة خديجة والأستاذة شيرين من القاهرة وإن شاء الله غدا إن شاء الله في بقية إن شاء الله ونواصل مع حضرتكم بكرة هناخد بإذن الله تعالى الآية 39 من سورة فصلت. الآن معنا دقيقة واحدة لفضيلة الشيخ خالد هيوجه أنظارنا لأهم الملاحظات وأهم الهدايا اللي هنتعلمها النهاردة من التلاوة. فضلت الشيخ خالد أهم هدايا التلاوة اليوم. أهم هدايا التلاوة اليوم السين والجيم. أقرب المسافة شوية زي ما علمنا العلماء الحروف الشجرية الجيم. أما السين فهي أسلية. إذن قرب المخرج ونحن في المخارج يجعل الحروف إن لم نتبين محلها وأتدرب على ذلك جيدا سوف يحدث ما سمعنا. ده رقم واحد. اثنين
الوقف والابتداء في القرآن الكريم يأتي بحسب طاقة القارئ. نعم، أنا أتعلم ما يجب، ويجب علي أن أقول الواجب واحد اثنان ثلاثة كما وضحنا، وكما وضح هذا العلماء وضحوا أيضا أن للمضطر أحكاما، فليس عليه وقف يجب. وقال ابن الجزري في المقدمة أبياتا يحفظها أهل العلم والطلاب، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وقال عن المضطر يوقف مضطرا ويبدا قبله إن استطاع. طبعا، طب لم يستطع خلاص، إذا ننتبه. ولاحظنا هذا عمليا حينما تلا البعض ورائي متعلما، فصلت بين المبتدأ والخبر، فصلت بين الشرط وجوابه، مع أن كل هذه من الممنوعات أصلا، ولكن مقام التعليم فيه قاعدة هامة ليتعلم الجميع، أنه يجوز في مقام التعليم ما لا يجوز في غيره. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ودمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد، شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين، نفعنا الله إياكم بما سمعنا وما تعلمنا. إلى لقاء الغد، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وخالص الشكر والتحيات إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.